طيب احنا الان في الكورس تبع الباندا بقي لنا انه هدول الدرسين نحن نشرحهم وخليكم تحلوا الاكسرسايز في البيت، تمام؟ الان نيجي الى الداتا تايبس والميسنج فاليوز، اعتقد انه هذا تمرنا عليها سابقا وسهل بالنسبه لكم انه انتم تتعاملوا معها. الان الرينيمينج والكومبايننج. الرينيمينج انه انا ممكن اعمل اعاده تسميه لبعض الاعمده لانه انا هستخدمها بشكل انه متكرر، فبالتالي انه بعيد تسميتها عشان يسهل علي الامور، واعمل كومبايننج بيناتها، تمام؟ فخلينا نبدا في التعامل مع الميسنج داتا. طيب كيف ممكن اعرف الداتا تايب انا عندي لاي داتا سيت؟ طبعا انا عندي يعني ممكن افتح لكم في انا عندي كيرنل او نوت بوك، الـ Price Housing Dataset تلاقوها عندي هنا. وممكن أنشئ لكم إياها من أول وجديد يعني، تمام؟ هذه عبارة عن Dataset، تمام؟ داتا سيت موجودة على الكاجل، كيف بدي أنا أعمل أستخدم عليها كود؟ بروح بنشئ هنا نيو بوك، نيو نوت بوك، تمام؟ بهذا الشكل. طبعا نوت بوك والسكريبت بختار نوت بوك، طبعا بايثون ولا آر؟ بايثون أكيد. كرييت، طبعا هنا بيديني اسم للكيرنل. الكيرنل هي عبارة عن الكلاود انستنس اللي انا بحجز لي اياه على الكلاود. طبعا هي قاعد بعمل ستارت للسيشن هنا. ممكن اعيد تسمية هذا النوت بوك واحكي انه اسم الداتا سيت هيو هنا يا ملبورن هاوس price dataset. تمام، كيف بدي شو اسمه اقرا البيانات هذه؟ بضغط هنا بعد ما افتح هذه زي هيك، بضغط هنا على copy path، تمام، وبروح بحكي انه هي عامل لي امبورت للباندا، تمام. بروح مباشره بحكي انه دي اف بتساوي بي دي ريد سي اس في هذا المسار، لازم اشغل هاي السلب الاول، تمام، واشوف كيف شكل الداتا سيت. ايش هي الداتا سيت هذه؟ عباره عن داتا سيت لاسعار البيوت، اسعار العقارات في ملبورن في استراليا. ايش المواصفات تبعتها؟ ايش الاتريبيوتس اللي فيها؟ اللي هي عده شغلات، انه عنوان البيت مثلا وعدد الغرف اللي فيه، ايش التايب تبعه، ايش السعر تبعه، تمام. في عندي كم باث روم موجود فيه، ايش في كمان اتريبيوتس اللي هو خط الطول وخط العرض والريجون نيم والبروبرتي كاونت والير بيلت والبيلدينج اريا. الير بيلت متى تم بناء هذا البيت، والبيلت اريا هي مساحة البناء، تمام، واللاند سايز اللي هي مساحة الأرض، وهنا الكار إنه في جراج ولا ما فيش جراج، إنه بسع سيارة سيارتين زي هيك، تمام؟ هنا في الكاجل بروح بدور على ديتا وبروح بكتب house، هاي house
كويس. أو ممكن أكتب بالتفصيل ملبورن. تسكرت معي الكرمل، ممكن ارجع افتحها هنا. هي موجوده هنا تمام، اللي هو هاوس برايسز. هذه عباره عن كومبيتيشن، انا بديش كومبيتيشن، بقول له انا بدي داتا سيت. هذه بوستون هاوس برايس، هاوس برايس داتا سيت تمام. اللي اذا انا بدي اياها من شو اسمه انه كومبيتيشنز، انه هيها وهي الهاوس برايس داتا سيت، بفتحها زي هيك. هذا عبارة عن الكومبيتيشن، الداتا تبعتها هي تمام. طيب بدي ارجع هنا على النوت بوكس عندي على هذه. في بالمناسبة انه بدكم تخلوا يعني كل نوت بوك انتم بتعملوه بدكم تخلوه بابليك عشان اقدر اشوف النوت بوكس عندكم على البروفايل تبعكم في الكاجل، لانه مطلوب منكم تسليم البروفايل بالاضافة للشهادة. كيف؟ في انا عندي هنا من الشير، وفي انا عندي من السيتنج بعد ما اعمل سيف حورجيكم اياها بعدين تمام؟ هاي حملت الداتا سيت هاي فجاب لي اياها تمام؟ الان بدي شفنا احنا قبل هيك دالة ايش بتروح بتجيب لي معلومات عن الداتا سيت هذه اسمها الانفو. ايش بتروح بتجيب لي؟ انه هذا عبارة عن اوبجكت، هذا عبارة عن اوبجكت. اوبجكت في العادة بيكون هو عبارة عن string. هذا عبارة عن int 64، هذا float 64 وهكذا. فانا عندي تقريبا 20 attribute وهي types تبعهم. طب لو بدي attribute معين اشوف التايب تبعه من خلال حاجة اسمها دي تايب. هذه يعني حجزها 200 او 2 ميجا، 2.2 ميجا. فعلى سبيل المثال انه الير بيلت هاي df دوت year دوت دي تايب، هذه عبارة عن اتريبيوت بروح بجيب لي بالضبط. أجد السؤال الآن، متى أحط أقواس ومتى ما أحطش أقواس؟ لما يكون أتريبيوت ما بيكونش أقواس، لما يكون دالة بحط أقواس. فهذه الداتا تايب هي عبارة عن أتريبيوت بيكون مخزن فيه إيش نوع الداتا تايب، وليس الدالة بترجع لي. الدالة دائما بتسوي إنه بتحسب شغلة معينة تمام؟ فمن خلال الداتا تايب أو الدي تايب بقدر أعرف نوع اتريبيوت معين. ممكن اجيب الدي تايبس بروح بجيب لي لكل الداتا سيت دي تايب او دي اف دوت دي تايب. دي تايبس بالاس لانه هذا عباره عن، بروح بجيب لي اسماء الاعمده وكل واحد ايش التايب تبعه بهذا الشكل. كيف؟ نفس الانفو بالضبط تمام. التحويل، انا عندي على سبيل المثال انه في انا عندي اتريبيوت معين انتجر هيو، هذا انت 64 تمام، اللي هو الروم، الرومز بدي احوله لفلوت. فبروح بستخدم as type، فبعمل لي كاست من تايب لتايب ثاني،
ليش؟ لأنه مثلا أنا بدي أجري عليه عمليات معينة محتاجة إنه تكون فيها فراكشن، بدي مثلا بدي أطرحه من المتوسط، والمتوسط فيه فراكشن، فبالتالي بدي أحوله as type ل، فبحكي إنه df dot rooms as type، وبكتب التايب الجديد. طيب الجديد انا عندي بيكون float 64. تمام، نرجع نشوف في التايبس كمان مرة. او بحط هنا انه in place بتساوي true، يعني هو برجع لي اياها كليست، او بحكي انه هنا انه df.room بتساوي هذا الكلام زي هيك، هيك بصير في انا عندي كاستم. اوكي، طيب الميسنج فاليو، كيف بدنا نجيب الميسنج فاليو؟ ماشي بنكمله، بس خلينا نخلص هدول الدرسين عشان اعطيكم اياهم اكسرسايز وبنكمل الباقي. كيف ممكن اشوف الـ missing value؟ is null، فبالتالي df.is null. تمام؟ فايش بروح برجع لي؟ نفس الـ dataset بالضبط، وبروح بحط لي قبال كل عنصر انه يا true يا false، قبال كل value. تمام؟ فهنا df dot is null اني داله الاني احنا شفناها المره الماضيه، بروح برجع لك بال كل عمود انه هذا false، ما فيش فيه missing value، كله false ما عدا هاي هادي وهذا. فبدي اشوف العدد قديش فيه missing انا عندي. is null dot dot any dot sum، مش معنى truth والfalse بدون ال any، هذا في zeros zero missing value، هذا في 62 missing value. تمام، قديش هم عدد السجلات كانوا؟ 13580. تمام، يبقى خليها ترسخ في اذهاننا انه لما بدي اشوف انه هل في missing ولا لا ايش بسوي؟ is null any. تمام، وبدي اشوف عدد بجيب is null dot sum. طيب كل الميسنج عبارة عن انتجر، هذا df dot o كمان مرة df dot meaningful. cancel area هذه عبارة عن object، اوكي فيها missing value.
كان missing value فيها اللي هو الكونسل اريا عبارة عن 1369 من 13000. هذا بدنا نعملها fill ب value معينة، فبالتالي ممكن ناخد هاي نعمل fill NA fill not available، انه احط قيمة ثابتة، انه ال council area انه اللي مش متوفر فيها قيمة بدي احطها unknown مثلا زي هيك. تمام، هذا ايش بترجع؟ ايش بترجع هاي الدالة؟ data frame. بتغير على data frame الاصلي؟ لا، كيف بدي اغير على الداتا فريم الاصلي؟ بحكي انه df council area بتساوي هذا الكلام كله، بدنا نعيده، او بحكي هنا in place بتساوي true. تمام، نرجع نشوف الكلام هذا انه هل في missing ولا لا. بالضبط، فقلت انا بدل ما انا اعرض كل العناصر زي هيك، بدي اعرض الكولومز اللي فيها missing value، فبقول for column ndf dot columns، بحكي انه اذا كان الكولوم dot is null dot any، لا انا بدي اشوف انه اذا كان في missing بدي اعرض، فبالتالي هنا print column. df of the column فجاب لي هدول، بدل ما عرض لي اياهم كلهم جاب لي اياهم كلهم. في منها الكونسل اريا اللي احنا عملنا له هاندل، هذا كيف؟ ماشي، بنزل منه نسخه. تمام، وبرفع لكم اياه الان. قبل هنا، قبل ما نعمل هاندل للشغله هذه، ممكن انه هذا الكلام انه اعمل لكم اياه في سيل هنا، أعيد هذا الكود زي هيك، أعيده هنا، وبدي أعيد من تشغيل من أول وجديد run all. هيك عرض لي إياهم كلهم. تمام، هنا عرض الكولومز اللي فيها missing value، ومن ضمنها الكونسل اريا. تمام، شفنا قديش عدد الميسنج، شفنا التايب تبعه انه هو عباره عن اوبجكت، رحنا عملنا له فيل، عرضنا مره ثانيه ما فيش الكونسل اريا، ولو عرضنا انه قديش عدد الميسنج فاليو حنلاقيها انه زيرو في الكونسل. تمام، فبالتالي الـ missing value انه عشان الـ machine learning algorithms او في الـ visualization انه بقدرش انه هو يتعامل معاها، هي بتكون عادة نان، عشان يقدر يتعامل معاها انه والله يقول انه والله في عندي كذا value انه نان في الـ plot انا بتكون مبينة عندي، او في الـ machine learning algorithm بتعلم انه والله لما تكون الـ value unknown فبالتالي بتكون الـ class label انه زي هيك. تمام، فممتاز جدا انه انا اعمل replace او عفوا fill the missing value. في هنا عندي هنا replace ايش بيسوي؟ هذه عباره عن زي الماب بالضبط، بتروح بتلف على كل عنصر من عناصر اللي موجوده في الفاليوز اللي موجوده في العمود هذا، بتروح بتشوف قيمه معينه وبتستبدلها بقيمه جديده. تمام، طب كيف بدنا نشوف العناصر الموجوده انا عندي في الكونسل اريا؟ df council area dot
الكاتيجوريز اللي موجودة هناك. ايش قلتي؟ مين اللي قال؟ values ولا value counts؟ هذول هم. اوكي، فبالتالي ممكن نختار اي شغله معينه، مثلا الفاليو هذه بدنا نستبدلها بفاليو جديده. الانون وينها؟ انون وينها؟ شايفينها؟ هاي. اوكي، الـ unavailable بدنا نستبدلها ونقول replace الـ old value unavailable، بدنا نستبدلها ب نفس الشغلة بس اوكي. هذا ايش بترجع؟ داتا فريم. تتغير على الداتا فريم الاصلي؟ نعم. كيف بدي اغير؟ نفس الاسلوب. تمام؟ يا بحط ان بليس بتساوي ترو. طيب هيك بكون خلصنا هذا الاكسرسايز. عادة الريبليس انه بدي اعمل ماتش، المشكلة انه في الميسنج انه هي بتكون نان، فالنان كيف بدي اعملها ماتش؟ الماتش النان مش حقدر اني احطها في شغلة هنا، فبالتالي انه لا فيل ان اي، في فرق بين ال لا نوت نمبر، ما ينفعش اقول له انه استبدل لي النوت نمبر او نوت نمبر، لا ما بعتبرهاش فاليو، هو بيستبدل الريبليس هنا بيستبدل فاليو بفاليو، فعشان هيك انه ما بينفعش اني استخدم معاها الريبليس. تمام، نيجي الان للرينيمينج والكومبايننج. هتلاقوا انه يعني هنا بقول لك انه اتس يور تيرن، هتلاقوا الاكسرسايز سيل. تمام، هتحلوا في البيت. نيجي الآن للرينيمينج والكومبايننج. الرينيمينج على سبيل المثال إنه في عندي كولومز معين، إنه بقول له رينيم كولومز بتساوي بديله إياها في الدكشنري الأولد نيم والنيو نيم بهذا الشكل. هنا أنا عملت تسمية لعمود واحد، ممكن أمرر له أكثر من عمود على شكل دكشنري كي وفاليو، اللي هو العمود القديم، التسمية القديمة والتسمية الجديدة. تمام؟ ممكن اعمل رينيم للاندكس تبعي. تمام، واخلي انا عندي اكثر من اندكس، انا عندي الاندكس اللي هو الفيرست انتري وواحد السكند انتري. تمام، واضح كيف بيصير؟ يعني الفاليو 0 في الاندكس بروح بستبدلها بفيرست انتري، والفاليو 1 سكند انتري، والبقيه بتضلها نفس الشيء 2 3 4 5 6 زي هيك. هذه بتفيد في لافي ناحيه، من ناحيه انه لو كان انا عندي الاندكس عباره عن كي، زي ما شفنا انه في انا عندي في بعض الاحيان انه السجلات انه بتكون عباره الاندكس تبعها عباره عن كي، فممكن نحط الكي القديم والكي الجديد. هنا بعمل rename للindex. تمام، بعمل setIndex. تمام،
ولو انا بدي اغير الاندكس اتريبيوت انا عندي ممكن اعمل rename index rename access عفوا. فبالتالي بعمل rename للاكسس points انه الاكسس بتساوي rows، وبعمل rename access fields انه الاكسس بتساوي column. الاكسس ممكن يكون انا عندي صفوف افقي او عمودي، والكولومز اللي هو الكولومز. يعني هنا في الرينيم اكسس انا بقول له اعد لي تسميه محور معين، تمام؟ المحور هذا ممكن يكون افقي او راسي، تمام؟ هنا طلبت منه انه هو يغير لي على مستوى الصفوف، هنا طلبت منه انه يغير على مستوى الاعمده. صحيح. صحيح. طيب الكومبايننج، هذه الكومبايننج بدكم تركزوا عليها بشكل كبير، خاصة انه لما تكون في عندي داتا سيت ريال داتا سيت، انه بتكون جاية من اكثر من اكثر من تيبل، غير انه هي اكثر من مصدر من اكثر من تيبل، تمام؟ كلكم ماخدين داتا بيز. ما اخذتوش؟ طيب فكرة العلاقات في الداتا بيز، ايش هي العلاقات في الداتا بيز؟ انه بدل ما يكون في عندي تكرار في المعلومات، انه على سبيل المثال انا عندي الموظف هذا بيشتغل في الدائره الفلانيه، معلومات الدائره بدها تنحط كله في سجل الموظف، لا انا بده يكون في عندي كينونات منفصله، الديبارتمنت لحال والموظف لحال. فبالتالي انه بقول انه الديبارتمنت الموظف هذا بيشتغل في ديبارتمنت 9، ايش معلوماتها بتكون موجوده في جدول ثاني، بدل ما انا احط كل المعلومات تبعتها في سجل الموظف. ليش؟ لانه في عندي اكثر من موظف، فبصير انا في عندي تكرار. طب كيف بدي اجيب المعلومات؟ بروح يعني من اكثر من جدول، بروح بعمل جوين بيناتهم، تمام؟ وهذا الشيء حتلاقوه عندكم في الـ في الـ في الكومبيتيشنز. يعني على سبيل المثال انه بتلاقي انه البروفايل تبع الكاستمر بيحتوي على المعلومات تبع الكاستمر، وين ساكن، عمره، وكذا كذا. طب الاوردرز اللي عملها بتكون موجوده في سي اس في الثاني، فبدي اعمل كومباين بيناتهم او جوين بيناتهم عشان انه يكونوا في داتا سيت واحده، عشان اعطيها للماشين ليرنينج الجوريثم، تمام؟ هنا انا عندي كنديان يوتيوب وبريتش يوتيوب، هذول الاثنين عباره عن سي اس في فايلز منفصلات، رحت عملت بيناتهم كونكات، تمام؟ هذا كلام يعني حيبين معانا في
فهنا حكتب pandas cheat sheet. الكونكات انا عندي دي اف 1 دي اف 2، شو بروح بسوي؟ هدول نفس الاعمده نفس الاستراكشر، راح احط لي اياهم دمج لي اياهم في داتا ست واحد، احط لي اياهم تحت بعض. تمام. في عندي في عندي الميرج، يعني على سبيل المثال انا عندي واضحة على الشاشة، انا عندي A دي اف و B دي اف، انا عندي هنا X1 و X2 وهنا X1 و X3. تمام. لان ما بروح بعمل ميرج فحيصير X1 X2 X3 دمج هدول الاثنين مع بعض، فبالتالي بروح بعمل لحاله align. تمام. وبحط الـ values إقبال بعض بهذا الشكل. تمام. الآن الـ 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 merge. طب إذا أنا في عندي مثلا على سبيل المثال زي ما هو موضح، أنا عندي هنا إنه C وثلاثة، ما فيش، أنا عندي في X واحد هنا C، عندي D، فبروح بحط بباله nano. تمام. لأنه هنا أنا عندي في الـ how left، وايش العمود اللي بدي اعمل عليه ميرج اللي هو x1، اما هنا رايت والعمود اللي بدي اعمل عليه هو برضه واحد، بس هنا انه الميرج انا عندي رايت وهنا ليفت. ايش معنات انه ليفت؟ انه اذا في اي قيمه في العم في الـ في الـ في الـ في الـ في الداتا فريم اللي على الشمال اللي هو على اليسار اللي هو في الاول، تمام، اللي هو هذا اللي هو ADF، اذا في فاليو لا توجد فاليو مقابله فيها على اليم على الـ على الداتا فريم اللي على اليمين، تمام، ادرج لي اياه وحط لي قباله نت نمبر. تمام. في اكس 3. اما في الرايت حيصير العكس. تمام. حيحط انه دي x1 d x3 t، ما فيش فاليو انا عندي في x2، فبروح بحط قبالها نان. تمام. الان الانر كيف هذا اوتر، هذا الاوتر جوين، هي اوتر جوين، بروح بضيف ال c وال d، وين ما في missing value بروح بحط قبالها نان. تمام. يبقى الليفت بروح بتطلع على العناصر اللي موجوده في على على الداتا فريم اللي على الشمال، مش موجوده على اليمين بروح بحطها، اللي مش موجوده على اليمين بستثنيها. في الرايت بعمل العكس، في الانر بروح بستثني كل العناصر اللي فيها ميسنج فاليو، الاوتر بروح بدمج كل العناصر من التو تيبلز بهذا الشكل. تمام. تبقى هاي الكومبايننج هنا، انه هنا عمل كونكات هنا راح سماه انه هنا حط الاندكس انه تايتل وهنا الاندكس تايتل. تمام. وهنا هنا عمل الليفت دوت جوين للرايت. تمام. وحط هنا الليفت سفكس والرايت سفكس في حال انه كان في تكرار في البيانات. تمام. صحيح. هنا وين فوق؟ هاي بداية الكومبايننج.
هنا عمل concatenation. مظبوط. ثواني هجيبها لك. هجيت هنا هدول الاثنين نفس الاستراكشر راح حطهم تحت بعض، تمام. الان لو انا بدي انه هدول الاثنين ادمجهم في داتا فريم واحد، بس انه اليوتيوب تبعت كندا وتبعت بريطانيا انه هي تكون كل واحدة في اعمده منفصله، فبتصير زي هيك انه انا بعملها جوين وبقول له انه على اساس الرايت اضيف لي السفكسز هدول لكل عمود، فبحكي انه هنا الفيديو اي دي كان كندا، شانل تايتل كندا، تمام. بعديها بلاقي انه بس تخلص الاعمده تبعت كندا برجع مره ثانيه على الاعمده تبعت بريطانيا زي هيك، فبالتالي حطهم هنا في هذه الحاله جنب بعض مش تحت بعض، تمام. يبقى هنا انا عندي 40,000 رو في 28 كولوم، هنا أنا عندي 16 في 79,000 بالضبط. هنا في الأول حطهم تحت بعض جنب بعض بالضبط، تمام. طبعا بالرجوع لهذا الشيت إنه ممكن إنه إنه أتذكر إنه إيش ممكن أنا أسوي في هاي. لما هنا احط الكونكات واحط الاكسس بتساوي واحد، بروح بحط لي اياهم جنب بعض نفس قصه الجوين بالضبط. هنا احكي كونكات بحط لي اياهم تحت بعض واسكت، فبالتالي الاكسس باي ديفولت بيكون زيرو، تمام. هيك بنكون خلصنا الدرس او الدروس المتعلقه بالبانداز